حقيقة يعني أبناء الشعب السوري في الغوطة الشرقية لم يعد يثقون بأي قرارات ناجمة عن المجتمع الدولي. كان لهم تجربة في جنيف واحد وجنيف اثنين وفي مختلف الاجتماعات الدولية التي كانت تحدث مؤخرا. هذه الاجتماعات أثناء اجتماع فيينا ما زال النظام يقوم بارتكاب المجازر في الغوطة الشرقية، وتحديدا من مكاني من مدينة دوما أحدثك وهناك أكثر من 200 شهيد في نتيجة قصف الطيران الروسي وطيران النظام الأسدي على المدنيين السوريين داخل الغوطة الشرقية. لم يعد يثقون بهذه القرارات، لكن مع قلة الثقة بهذه القرارات كثير من الناشطين بدأوا يتحدثون عن قبولهم بالتفاوض السياسي مع الدول الغربية، وربما يعني باتوا يعلمون تماما أنه ربما لن يكون هناك حل عسكري يحسم الأمر مع النظام الأسدي ومع الميليشيات العراقية واللبنانية. لكن هناك يعني نقطة هامة يجب التنويه، أن جميع الناشطين الذين تحدثوا عن إمكانية الحل السياسي لم يتحدثوا عن إمكانية بقاء بشار الأسد مع الحلول السياسية المطروحة على الطاولة. الجو العام الآن بعد يعني كان في نوعا ما آمال سياسية، خلينا نقول ما لها علاقة بالأرض، الأرض بواقع مختلف تماما، ولكن على الأقل بأنه كان في أمور وفي أوراق رح تطرح رح تكون نوعا ما إلى جانب الشعب السوري، ولكن ما ظهر الآن هو مختلف. كيف المعنويات، كيف أعطين أهمية لهالموضوع، معتبرين أنه هن يعني أثر عليهم هذا الشيء، هذا الاجتماع والقرارات اللي طلعت فيه؟ حقيقة يعني أبناء الشعب السوري الذين صمدوا أمام هذه آلة القتل الروسية والأسدية، أمام هذه الميليشيات الطائفية الشيعية، أبناء الشعب السوري الذين ضحوا بعشرات الآلاف من أبنائهم، لا يمكن أن تضغط عليهم هذه القرارات أو يتأثروا. يعني لا يمكن أن ننسى مجازر الكيماوي ومجازر القصف بالبراميل المتفجرة وارتكاب هذه المجازر الطائفية بأبناء الشعب السوري داخل الغوطة الشرقية. من ضحى بعشرات الآلاف من أبنائه سيبقى يتحمل هذه المآسي وهذه القرارات الغير موفقة حتى يكون هناك حل سياسي بإسقاط نظام بشار الأسد مع جميع المؤسسات البعثية والمؤسسات الأمنية التي تعمل لصالح النظام الأسدي، سواء كان ضمن هذه المؤسسات المدنية أو ضمن المؤسسات الأمنية أو العسكرية. نعم، أشكرك براء عبد الرحمن ناشط إعلامي من الغوطة الشرقية عبر سكايب على هذه المشاركة، شكرا لك. وأنتقل إلى منذر ماخوس سفير الائتلاف في باريس. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماخوس. بداية حضرتك لسه واصل من فيينا، ضيفي الخالدي عم يحكي بأنه ورقة فيينا